الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فديننا دين السماحة والتيسير، ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي السماحة والتيسير، حيث يقول الحق سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ويقول سبحانه مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول سبحانه: وعباد الرحمن، أول صفاتهم الذين يمشون على الأرض هونا، لا يتعالون لا يتعالون ولا يتجبرون ولا يختلون ولا يراؤون، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا يقابلون السيئة بالسيئة، بل يقابلون السيئة بالحسنة، كما قال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول سبحانه: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ويقول صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بالرفق في الأمر كله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وإن الرحمة لا تنزع إلا من شقي. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ديننا دين الرحمة، ونبينا نبي الرحمة، ديننا دين السماحة. من لم يستطع الصلاة قائما أبيح له أن يصلي جالسا، ومن لم يستطع أن يصلي جالسا أبيح له أن يصلي متكئا، ومن لم يستطع الوضوء أو شق عليه أو لم يجد الماء كان له في التيمم مندوحة. من لم يستطع الصيام من أصحاب الأعذار كانت له الفدية. الحج لا يجب إلا على المستطيع، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الإسلام دين السماحة، دين اليسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن بعض المتطرفين وبعض المتشددين حملوا الناس على عكس الفطرة الإنسانية السليمة التي فطر الله الناس عليها. لم يفهموا مغزى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ألم يقل الحق سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رب العزة يريد بنا ولنا اليسر ولا يريد بنا العسر. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي نبي الرحمة، بل عمق الرسالة قائم على الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مع تأكيدنا على أن تحديد المصطلحات وبيان مفهومها بمنتهى الدقة أمر في غاية الأهمية، إذ ينبغي أن تكون التعريفات واضحة جامعة مانعة كاشفة دفعا للوهم والالتباس. للأسف الشديد، تحت مسمى الالتزام والأحوط والاحتياط فتحت أبواب التشدد. تحت مسمى الأحوط والاحتياط
والالتزام. ذهب كثير من الجهلاء والمتشددين إلى أبواب التشدد التي ساقت وجارفت الكثيرين في طريق التطرف، حتى ظن الجاهلون أن التحوط في الدين يقتضي الأخذ بالتشدد. وبدأت في فترات سابقة لدى الجماعات المتطرفة أن الأكثر تشددا هو الأكثر تدينا، مع أن الأمر بالعكس. الفقه رخصة من ثقة، الفقه هو التيسير بدليل، ولم يقل أحد من أهل العلم ممن يعتد برأيه في القديم ولا في الحديث إن الفقه هو التشدد على الإطلاق. الفقه هو التيسير بدليل، الفقه رخصة من ثقة. ديننا لا غلو فيه، ديننا لا تشدد ولا تطرف فيه. للأسف ظن بعض الجاهلين أن التحوط في الدين يقتضي حتما الأخذ بالأشد، وأن من يتشدد أكثر هو الأكثر تدينا وخوفا من الله عز وجل، مع أن الإصرار في التحريم دون تيقن ودليل قاطع أمر يحسنه الجهلاء والمتطرفون. أما الفقه الحقيقي فهو رخصة من ثقة، وهو التيسير بدليل، وهو السماحة بيعا وشراء وقضاء واقتضاء وإيمانا بحق التنوع والاختلاف. ولم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين إن الفقه والتشدد، ذلك لأن الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم لديننا، لكتاب ربنا وسنة نبينا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.